تصل تلو آخر في ميدان المرموم. الشوط الثامن ينطلق وتسير تحدياته من جديد في منافسات هذا الصباح، لنعلن عن حضور فايز جديد واسم جديد في انطلاقات هذا اليوم. والمركز الأول يتقدم الآن ذيبان، تعود ملكيته لراجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري متقدما من بداية هذا المشوار وإلى صدارة الناموس، بينما المركز الثاني يتقدم الحنيش، والمركز الثاني لمهدي بن علي بن محمد الربيعي يحتل المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، والمركز الثالث الذيب لجار الله بن محمد بن حديد المري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع نقل إلى تواجد سحاب وعبد الله بن مبخوت بن محمد الجربوعي اللي يحتل المركز الرابع في هذه الأثناء. أما المركز الخامس فتقدم المتحد لسعيد بن سالم بن قناص العامري يصل إلى المركز الخامس في هذه الانطلاقة. المركز السادس ننتقل إلى منذر خالد بن عشوي بن عنبر بن جشعم، هو الآن المركز السادس. إلى المشاهدين الأعزاء المركز السابع، المركز السابع نقله إلى أمير يحتل المركز السابع في هذه اللحظات، وتعود ملكيته لخليفة بن سالم بالضبيعة يحتل في هذا الموقع هذا المكان سابع المراكز. نشوف المركز الثامن، نشوف المركز الثامن الطياري لسيف بن علي بن مران الظاهري وصل وخذ المركز الثامن، بينما المركز التاسع هنا سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي يقدم لنا مناصب في المركز التاسع. والمركز العاشر هذا اللي تسلل المنبع راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء لهذه الأسماء المنطلقة، لهذه الأسماء التي تسير وتبحث عن الناموس مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات. نعود إلى البداية، نعود إلى ذيبان والمركز الأول. هناك ذيبان ليس بذيب واحد ولكن مجموعة ذياب، سار إلى المركز الأول ذيبان وتقدم إلى المركز الأول راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري. بدأ في التنافس ولكن بدأ في الإقلاع والانطلاق عن الجميع وسار ذاهبا راح مشاركا ماخذا المركز الأول خاطفا لأرضية هذا الميدان إلى المركز الأول وصدارة الشوط. المركز الثاني نشوف المركز الثاني وصل الآن الذيب وجار الله بن محمد بن حديد المري يحتل المركز الثاني، يقدم كذلك لنا الذيب بعدما كان ذيبان. في المركز الأول ذيبان والذيب لاحق ذيبان، أما المركز الثالث فيأتي سحاب ليحتل المركز الثالث. سحاب يسحب المراكز مركزا تلو الآخر. أشوف هنا عبد الله بن مبخوت بن محمد الجربوعي المري هنا من خلال هذه الانطلاقة. والمركز الرابع نقل إلى المركز الرابع وإلى منذر، يلا يا منذر. خالد بن عشوي بن عنبر بن جشعم يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. والمركز الخامس وصلنا إلى منبع وراجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري، هو الآن. هل ستكون الكفة راجحة يا بن عقيل في هذا الانطلاق؟ المركز السادس سعيد بن سالم بن قناص العامري، والمركز السابع سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، المركز الثامن هذا اللي تسلل وصل الحاكم واصل محمد بن محمد بن خميس العامر يحتل المركز الثامن أو المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصل جمعدان وراشد بن عبيد بالهلي. ها هو مشاهدين الأعزاء من يحتل المركز العاشر. هذه الأسماء اللي ذكرناها، هذه الأسماء اللي حضرت، الأسماء اللي وصلت في ملتقى هذا الشوط في هذه المشاركة. يا السلام يا السلام، عودة إلى ذيبان والمركز الأول مشاهدين الكرام في انطلاقة
هذا المشوار الصباحي. ذيبان لا زال مسيطرا على الناموس، لا زال مسيطرا على تحديات هذا الشوط منذ الصباح الجميل ومنذ لحظات الانطلاقة الجميلة. يا مرحبا الساعة أسير بالبداية وذيبان لا زال مسيطر. ذيبان 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 و1200 على خط النهاية ولا زال مسيطر. الذيب يلاحق، الذيب يلاحق ذيبان، ولكن ذيبان في كفته، في كفته الإنجازات. أشوف راجح بن محمد بن طالب بن عقيل المري، إلا أن الذيب قادم، إلا أن الذيب كله، إلا أن الذيب التهم ذيبان. ها هو الذيب أيها الحبل الكريم لجار الله بن محمد بن حديد المري. هناك كنك الحديدي أو كنك الصخري، يا الذيب يا الذيب يا الذيب ويا بن حديد. انطلق مشاهدين الكرام إلى المركز الأول ليعلن عن الفوز الانتصار الناموس في هذه الانطلاقة. ما شاء الله تبارك الله، بدأ بالابتعاد، بدأ بالابتعاد، بدأ بالابتعاد. ها هو الذيب مشاهدين الأعزاء بدون منافس على الإطلاق. هكذا تسير هذه النوعيات الجميلة، هكذا تسير هذه النوعيات الحلوة، هكذا تسير نوعيات السباق المطلوبة في أرضية الميدان وفي سوق الهجن. تقدم الذيب أعلن عن حضوره لكن في النهاية سار بدون منافس على الإطلاق. هنيالك هنيالك يا جار الله يا بن محمد يا المري. ها هو الذيب، نشوف المسافة بين المركز الأول وبين المركز الثاني يا أبو عدنان. نشوف المسافة طويلة، نشوف المسافة طويلة، إلا أن خط النهاية بدأ يقترب، خط النهاية بدأ يتقرب، بدأ يتقرب للذيب، لأن الذيب سريع سريع والذيب ما يهرول العبث، الذيب ما يهرول العبث. ها هو الذيب، راح الذيب، سيرة 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 ذيب، روحته روحه قوية وانطلاقة بلا شك مميزة. بيحطم التوقيت، بيروح مع الناموس بالفعل. تقدم تقدم، ها هو الذيب جار الله بن محمد المري ليسجل أفضل توقيت في هذا الصباح الجميل. المركز الثاني تقدمت أبوك حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثالث ذيبان راجح بن محمد بن عقيل. المركز الرابع ياتي مشاهدينا الأعزاء مناور أحمد بن خليفة بن حاسوم. والمركز الخامس، المركز الخامس وصل مؤيد لمبارك بن حمد بن العود العامري. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، الذيب هو من اختصر المسافة واختصر الطريق إلى الناموس وإلى التوقيت الزمني 7 دقائق 40 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جلال الله بن محمد المري على الفوز والانتصار وتقديم هذا الذيب إلى المركز الأول ليعلن بأن صاحب التوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات. أما المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة نسير إلى المركز الثاني حيث تقدم هنا تبوك 7 دقائق 53 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. أما المركز الثالث لحظات الوصول إلى خط النهاية بقيادة هذه الأسماء القادمة بكل قوة، هذا ذيبان 7 دقائق 55 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس راجح بن محمد بن عقيل المري على الفوز والانتصار.